فما كاميون كبير تاع خبز. كريه بلزمه ولا تم تمكينك شفاهيا؟ تم تمكيننا شفاهيا وفعليا. ايه؟ هذه نحكي على الوراق. عندك لوكال لزمه، عندك عقد كراء، تم تمكينك من اللوكال هذا شفاهيا. شفاهيا. باش تبيع المنتسبي العملاء والموظفين تاع البلديه. بلديات شنو؟ بلديه حلق الواد والكرم. حلق الواد والكرم. والمرسى وسيدي بوسعيد. والمرسى وسيدي بوسعيد. عامل معاهم لزمه الاربع بلديات هذول. عامل واعطيتهم الباب. اي سالتك عامل. عامل. اتفقيه. مش بيع المواطنين ولا؟ مش طبعا. من غدوة؟ من غدوة بسوم الحاكم. سعره الحاكم. الحاكم قد ايش سعره؟ 21900. لا لا يا عيش. ومنتسبي البلدية المنخرطين هذوم اللي عملوا معاك قد ايش تبيع لهم؟ 26. 26. مشكلة. اه داكور. الفرق في الكاليتي. داكور. 26 معناها كيلو لحم قد ايش تبيع؟ الغريبي المدير الجهوي للتجارة بتونس، اليوم وقفتم أمام يعني هذه النقطة لبيع الأضاحي وسجلتم مجموعة من الخروقات كانت تحدثنا عليها. هو في الحقيقة جاتنا بعض التشكيات بخصوص معناها ترويج نقطة البيع هذه لأسعار للأضاحي بسعر 26 دينار للكيلوغرام الواحد، اللي هو يعتبر سعر مشط بالمقارنة مع الأسعار المتداولة. حبينا نحقه في الملف بالتنسيق مع إدارة شرطة البلدية، كما قاعدين تشوفوا الخيان المصالح الأمنية متواجدة معنا. قمنا إدارة شرطة البلدية والفرقة الجهوية لشرطة البلدية بتونس اللي قاعدين يعظوا في مجهوداتنا، قمنا بالتحري في نشاط نقطة البيع هذه، تبينوا أن هي معناها نقطة بيع على ملك إحدى بلديات الضاحية الشمالية، وقامت معنا بتخصيصها لأحد الشركات المتخصصة في بيع اللحوم لترويج الأضاحي لفائدة عملة البلدية. احنا عيننا أنه سعر اللي قاعدة تروج به الشركة هذه في الأضاحي حية سعر مشط بالمقارنة مع الأسعار المتداولة. تحرينا في معناها الأطراف المتداخلة في توزيع الأضاحي هذه، ثبت اللي فما إخلالات ما نجموش نعطيكم عليها تفاصيل لأنه سرية الأبحاث تقتضي معناها تكتم عدم التصريح بهذه المعطيات. واحنا باش نواصلوا اجراءاتنا، تم استدعاء الشركه هذه وتم استدعاء بعض الاطراف لمزيد التحري والقيام بالاجراءات القانونيه، وثم باش تم احاله ملف القضيه هذه على انظار المحكمه المختصه للنظر في ما تمت معاينته من اخلالات. يعني الاخلالات هذه ترتقي حتى انه الملف يعني يحال الى القضاء؟ طبعا هي المخالفات الاقتصاديه الكل يتم تحريرها، مخالفات عاديه يتم احالتها على انظار القضاء، هي كلها جناح، وفما معناها بالنسبه للمضاربه غير المشروعه تنتج في باب الجنايات. الملفات الكل تتحل على انظار القضاء، واحنا فما عندنا جانب معناها فما جانب الشطط في الاسعار هذا باين وواضح ونجموا نصرحوا به، فما معناها اخلالات اخرى تهم معناها سير العمليه والعقود المبرمه بين الاطراف المروجه والمتزوده بالاضاحي، هذا معناها باش يتم معناها تحريره في الملف واحالته على انظار القضاء. نجموا نحكيو كان في الخرق الخاص بالاسعار هي 26 دينار للكيلوغرام الواحد وهو سعر مشط، ونعرفوا انه الدوله سعرت الحكايه هذيا، علاش قاعدين يبيعوا ب 26 دينار؟ سمعت انه فما حكايه بالتقسيط او ما الى ذلك.
فما هو حسب ما تدعي ممثل الشركة أنه معناها يبيعوا في الأضاحي بالتقسيط. التقسيط البيع بالتقسيط فما قانون ينظمه، المعاملات بالتقسيط ما تتمش معناها بدون وثائق قانونية، لازم يكون فما عقود منصوص عليها في القانون، وفما إجراءات وفما ترتيب لازم يقع احترامها. هذه عملية بيع بالتقسيط غير قانونية وماهيش معترف بها معناها حسب التشريع التونسي، وبالتالي احنا مش باش نعتبروها عملية بيع بالتقسيط، هي عملية بيع معناها مباشر المسالك بأسعار تعتبر معناها مشتة بالمقارنة مع الأسعار المدولة في السوق. يعطيكم الصحة، قاعدين تقولوا ديما احنا نقولوا للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، قاعدين تقوموا بمجهود كبير هكا تحت الشمس، أعطيني أبرز الأعمال اللي قمتوا بها في الأعمال في الأيام هذه، خاصة وإنه يفصلنا على عيد الأضحى المبارك أيامات قليلة. سميلي عاود سميلي مثالش الفرق الأمنية اللي مشكورة قاعدين قائمين بأكثر حقيقة من واجبهم. الكلام هذا مش كلامي، رصدته عدسات الكاميرا معاضدة جهود وزارة التجارة. صحيح، هو عمل مشترك بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية مشكورة، احنا نخدمه معنا بتنسيق اليومي والمباشر مع إدارة الشرطة البلدية وكذلك مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس اللي قدمونا في دعم كبير في الحصول على الهويات، في المعاضدة، في حماية أعوان المراقبة الاقتصادية، والأعمال كل هذه تسهل لنا مهامنا وتزيد تدفعنا للقيام بأكثر مجهودات. أهم التجاوزات وأهم البرامج اللي نفذناها معناها تم الكشف على عديد عمليات الترفيع في المشط في الأسعار، خاصة بالنسبة لل اللحوم الحمراء اللي بلغت حتى ال 55 دينار في بعض المناطق، واحنا عندنا مقرر صدور على السيد وزير التجاره يوم 1 جوان يقضي بتحديد السعر الاقصى للحوم الحمراء في حدود 43 دينار. للاسف معناها بعض اصحاب المحلات بيع اللحوم الحمراء ما التزموش بهذا المقرر وتم معناها تحرير محاضر بحث ضدهم، وان شاء الله في قريب العاجل باش يصدر على 17 قرار غلق ضد المحلات هذه موزعه على ارجاء الولايه كامله. ايضا تم الكشف على عديد حالات ترفيع في الاسعار، لقينا في احدى معتمديات معناها منتوج العنب يتباع ب 12 دينار وهذا السعر مشت، وايضا العنب للاسف وبسعر مشت. وهنا معناها دعوه راهو العمل الرقابي والامني ماهوش كافي، لازم معناها جميع الاطراف انتم كوسائل الاعلام مشكورين كي تغطيوا الانشطه هذه وتسمعوا معناها المقترحات وتشوفوا نتائج الاداره، لازم زاد ايضا المواطن يساهم معنا بمجهوده من خلال معناها التخلي عن تزود المواد اللي اسعارها مشتة والتبليغ على التجاوزات سواء المصالح الامنيه او المصالح وزاره التجاره باش تتصدر هذا. وايضا ما يلزمش زاد ننفعوا التجار اللي يقوموا بالترفيع المشت في الاسعار وما نقتنيوش منهم، والتجار اللي ما يلتزموش بوضع معلقات الاسعار نتاعهم ايضا هذا يخفي وراها معناها حالات تاع تلاعب وترفيع في الاسعار. آلات الوزن زاد كيف كيف، ناكدوا ونعاودوا على المواطن كي يجي يقتني في حاجياته لازم يشوف آلات الوزن ويشوف الوزن والسعر، واذا كان فما تجاوزات يبلغ وزاره التجاره او مصالح وزاره الداخليه اللي كما قاعدين نشوفوا موجوده بالمرصاد باش تتصدر التجاوزات. حملتكم هذه وعملكم الميداني مازال متواصل حتى العيد الاضحى؟ طبعا احنا العمل نتاعنا معنا متواصل على مدار السنه ومدار اليوم، ونخدموا حتى فرق ليليه بالتنسيق مع المصالح الامنيه، نخدموا عبر الطرقات، نراقبوا وسائل النقل، نراقبوا المحلات المفتوحه للعموم، المساحات التجاريه الكبرى، نراقبوا المصانع، الشركات، المطاحن، مصانع العجين، معناها جميع الحلقات نتاع الانتاج والتوزيع والنقل خاضعه للرقابه المتواصله والمكثفه. والحمد لله احنا تو فما بوادر لاحظناها الناس الكل اللي فما معناها نقص في منسوب معناها المضاربه والاحتكار، على خاطر فما شويه وفره في المواد وفما مجهودات تقوم بها معناها جميع هياكل الدوله، وفي المقابل زاد العمل الرقابي والجانب الزجري معناها ساهم في الشيء هذا. يبقى نعملوا معناها كثير على وعي المواطن في معاضده مجهوداتنا من خلال تجنب اقتناء المواد اللي اسعارها مشتة والتبليغ على المحتكرين وعلى المرفعين في الاسعار. سيد مدير الشلطه البلديه، نحييكم اول حاجه على المجهودات، حقيقه مجهودات جباره في كل الظروف يعني المناخية، قاعدين تخدموا في خدمتكم وكاميرا بلا قناع ديما متواجدة في هذا النوع من الحملات. كنت تحدثنا على العمل نتاعكم، شنو عملتوا يعني من حملات من زيارات ميدانية، ماذا رصدتم من مخالفات طيلة الأيام هذه السابقة لعيد الأضحى المبارك؟ شكرا لكم. هو عليه وتنمعت على الأعمال اليومية المناطة مع إدارة شرطة بلدية في معاضدتها ومواكبتها مع المصالح التجارة، مراقبة الطرقات، الاحتكار، قانونية توزيع السلع. ثم أنشطة موسمية كما في العيد الصغير معناتها تنشط تجارة الفواكه، في العيد الكبير زاد معناتها عنا 20 يوم تنشط فيها تجارة الأضاحي واللحوم. نعملوا برنامج خاص بالتنسيق مع مصالح التجارة وسيد مدير جهة التجارة بتونس، ضبطنا برنامج لمراقبة نقاط البيع القانونية اللي تنتصب فيها معناتها نقاط بيع الأضاحي حتى زاد نقاط العشوائية.
نشوفوا مدى معناتها تنظيم تزويد الاسواق وقانونيه تزويد الاسواق. اليوم قمنا برقابه معناتها في جهه الكرم من النقطه هذيا، قام مصالح التجاره رفعت مجموعه من المخالفات، تم مع استبيانها وايضاحها معناتها للسيد الوكيل الممثل اللي ادعى انه ممثل، وتم تمكينه من استدعاء باش يتصل مصالح التجاره لاتمام الاجراءات القانونيه وباش يوضحوا له المخالفات نتاعو ويحيلوا معناتها المحاضر الاقتصاديه نتاعو يحيلوها على القضاء. ونسعوا معناتها باش تكون العمليه سلسه، تبارك الله نقاط بيع الاضاحي متوفره، ما ثماش تذمر كبير، وان شاء الله نكملوا نواكبوا الست ايام هذوما وتتعدى العيد اضحى ان شاء الله مبارك معناتها على الشعب التونسي، يتعدى في سلاسه والحمد لله رب.